السلام عليكم الدراري، مرحبا. دونك اليوم ان شاء الله نبدا نخدم معكم بريباراسيون ديال الميديسين. نتمناكم تكونوا عندكم الكوراج، عندكم يعني رغبه كبيره باش تدوزوا في الكونكور ان شاء الله. الرغبه اللي كانت عندك رغبه تقدر دير اي حاجه ان شاء الله في المستقبل. دونك نتمنى تكونوا تشوفوا معايا مزيان دقه. ما تنساوش تبارطاجيو لي لاشين ولي كومونتير ديالكم، الاسئله ديالكم، كلشي ديالكم، باش داكشي نبقى غادي معكم نسوي. داكوغ، دونك اليوم ان شاء الله نخدم معكم دا كيسيون اللي كيتحطوا مثلا في يعني في الخريطه العمليه، لا كارت فاكتوريال. دونك كيف نبدا نخدم هاد لي كيسيون؟ خديت جوج اسئله مهمين. كاين سؤال كان في يعني في الدون تاع 2014 بالنسبه للرابا، وكذلك يعني نفس الكونكور ديال الرابا ولكن ديال لا فارماسي في 2014 حتى هو. دونك هنا نحاول نخدم هاد لي كاسيون كيفاش نبدا نخدمهم وما نضيعش فيهم الوقت، لان هادو الا ما كنتش فاهم مزيان غير نضيع فيهم شويه الوقت، ما خصنيش نضيع فيهم الوقت. دونك السؤال الاول هنا كتبو هنايا، دونك قال لي قصد انجاز الخريطه العمليه يعني لا كارت فاكتوريال لثلاث مواليدات، دونك تخوا جين عندي هنا، تنتمي لفصيلة نبات السيرة السبرية، ثنائي السيرة السبرية، تم انجاز ثلاث تزوجات، دونك درنا تخوا ديال الكروازمون. دونك الاول الثاني الثالث مزيان، اعطت التزوجات النتائج التاليه. دونك هادو هما النتائج اللي عندي هنايا، وعطاني من بعد يعني الاسئله. شنو هو الاسئله اللي كان عندي؟ هي الخريطه العمليه للمواليدات الثلاث، هي عطاني احتمالات. اذا ملي عطاني التزوجات هذه كامله وقال لي يعني نعزل شنو هما يعني اقتراحات صحيحه يعني باش ننجز انا الخريطه العمليه. دونك هاد لو تيست اللي عطاني هنايا يعني تزاوج اللي شتي فيه يعني تزاوج يعني راجع تيست خسر. دونك ثلاثة بيهم ثلاثة مزيان. دونك هاد لو تيست هذا شنو كيعطيني؟ بأن عندنا المواليدات بجوجهم يعني لي يعني مرتبطتين ارتباط نسبي. علاش؟ لأن كاين هاد لي غوكومبينيان دونك لي تيب غوكومبين. إذا ملي كيعطيني هاد التزاوج هذا كيهضر لي على الخريطة العملية لا كارت فاكتوريال، شنو غندير يعني في هاد التزاوج؟ هاد التزاوج غنخدمو غير المهم أنا. المهم هو ان باش نعرف عندي هنا تزاوج، عندي جوج ديال المواليدات، عندي ا و بي. ا و بي يعني هذا التزاوج هذا غيعطيني المسافه الفاصله بين ا و بي، المسافه الفاصله بين ا و بي. باش نعرف المسافه الفاصله كنمشي نيشان لو كومبين، ما نمشيش لهذا ولا هذا، لان هذا ابويه يعني امشاش ابويه، ولكن هادو هو كومبين. شحال عندي؟ 62 58 62 58 توتال ديال ندير حسبته لقيته هو 1000. يعني ديك 62 58 نسبة المئوية غتكون يعني هي 6.2 وهذا غيكون 5.8 إلا جيت نحسبهم. دونك فاش غنجمعهم بجوج غيعطيوني 12، يعني 12% يعني نسبة، يعني المسافة الفاصلة أوتوماتيكمون المسافة الفاصلة بين هاد جوج مواليدات أو بي هي 12 سنتيمورغان. علاش؟ لأن عندي واحد سنتيمتر فيها واحد سنتيمورغان، إذا 12 سنتيمورغان ها المسافة الفاصلة بين أو بي. يعني المسافة الفاصلة أنا بالتزاوج هذا كاين بي و سي، يعني المسافة الفاصلة بين بي و سي أوتوماتيكمون كنمشي لغوكومبيني، يعني الجديدة، جديدة التركيب، عندي بي سي، عندي بي كبيرة، سي صغيرة، يعني عندي هادو بجوج، تا هما نفس العدد يعني 1000، يعني هنا غتكون عندي 3.9 وهنا 4.1، إلا جمعتهم بجوج، يعني غتولي هي 8، يعني 8%، بما أن 8% يعني 8 سنتيمورغان، يعني المسافة الفاصلة بين هاد جوج مواليدات هي 8 سنتيمورغان بين مواليدات بي و سي. علاش ما ديتهاش في هادو؟ لان ما غاديش نهتم بهم انا، غنضيع فيهم وقتي، واحد اخر يجي يحسب دي كالكول غيضيع لي وقتو. غنجي هنا التزاوج الثالث كروزمون 3، عندنا ا و سي المسافه الفاصله بين مواليدات ا ومواليدات سي، غنجي كذلك لو كومبيني ها. دونك عندي 19 وعندي 21، النسبه الاصغر سي كبيره، النسبه الاكبر سي صغيره، هادوك هما لو كومبيني. اما هادو ابويين كاين هنا في الاول، عندي الأقص أ كبيرة سي كبيرة يعني نخدم هذا، وأصغيرة سي صغيرة نخدم من هنا. إذا عطيني هنا غتعطينا 1.9 وهنايا 2.1، لأن التوتال هو 1000، يعني البورسونتاج ديال النسبة المئوية هنا. دونك عندي جوج جوج هي 4، دونك هي 4%، يعني 4 سنتيمورغان. أنا خرجت هنا. إذا هنا في الأجوبة اللي عطاني اختيارات، عطاني المسافة بين دي و أو بي مثلا، دونك مسافة دي دونك أ دونك بي، قال لي شحال هي كتساوي؟ كتساوي عطاني عاوتاني مسافة ما بين مثلا عاوتاني دونك عندنا أ و بي، دونك عرفت عندنا كذلك أ سي، دونك أ سي، وعندنا كذلك اختيارات، عندنا ثلاث اختيارات، عندنا المسافة يعني دي،
ما بين يعني ب و س، ب و س كتساوي شحال كتساوي؟ ممكن تعادي صغرى كتساوي ممكن فاصله كل واحده شحال كتساوي عندنا هنا. اذا لشنا بين المسافه بين ا و ب شحال عطاتنا 12 سنتيم اورغان. اذا هنا 12 سنتيم اورغان ما بين ا و س، ا و س هاي 4 سنتيم اورغان، 4 سنتيم اورغان. ما بين ب و س، ب و س هنا يعني 8 سنتيم اورغان، 8 سنتيم اورغان. انا جاوبت على الجواب ديالي، غنقلب في الاختيارات اللي عطاوني بزاف اختيارات، عطاوني بعض الاختيارات غنقلب على هذا. ولكن انا ديجا خدمتهم الطريقه اللي خدمتهم تكون سهله بسيطه، غنقول ديالك شتا دقيق بسرعه تجيني شاد دائما قاعده، هذه تكون عندك قاعده شاده. فاش كيكون عندك تيست خاص بيان يعني التزاوج راجح دائما كنمشي لغو كومبيني هما اللي عندي بهم الاهميه، كنحسب النسبه ديالهم، كنشوف المسافه هنا بين ا و بي، هنا بي و سي، وهنا ا و سي، وكنخرجهم وكنقلب على الاحتمالات اللي يكون فيهم ثلاثه. دونك عطاوني بزاف احتمالات، كنقلب على واحد اللي هو انا اختيار عندكم هو الثاني بالنسبه للكونكور. دونك هذا السؤال الاول صامت. غنمشي السؤال الثاني، السؤال الثاني كذلك قال لك المسافه الفاصله بين مورتتين ا و بي هي 12 سنتيم، عطاني المسافه هو. قال لك يعني الامشاج التي سينتجها يعني فرد مكتف الاقتران بالنسبه لمورتتين هي، عطاني بزاف ديال الاحتمالات. اذا انا اوتوماتيكو خصني نكون عارف يعني شنو غيخرج ليا، بما ان عطاني 12 سنتيم بين ا و بي يعني غيكون عندي ا صغيره يعني بي كبيره، وغتكون عندي ا كبيره بي صغيره، هذوما هو كومبين بحال اللي هضرنا عليهم قبيله. هادو شحال غيكون التوتال ديالهم؟ التوتال ديالهم بجوج غتكون هي 12، التوتال ديالهم بجوج 12%، يعني كل واحد فيهم غتكون عنده 6%، 6% لان كيكونوا متساويين. الا كانت 6 في 6 يعني هي 12، 6 في 6 هي 12، شحال بقات ليا؟ بقات ليا يعني لحيت 12 من 100 تبقى لي 88. اذا شنو بقى ليا؟ بقى ليا ا كبيره ب كبيره، بقات لي ا صغيره ب صغيره، هما اللي بقاو ليا. شحال غيكون النسبه ديالهم هادو؟ 44%، وهذه 44%، يعني التوتال ديالهم هي 88، باش هادو غيكونوا 88%، وهادو بجوج 12%. اذا غنقلب على الجواب الصحيح. دونك كاين بزاف اختيارات هنايا، ولكن نقلب على الاختيار الصحيح اللي غيكون فيه ا صغيره ب صغيره 6%، يعني 6 سنتيم اورغان، ا كبيره ب صغيره 6%، ا كبيره ب كبيره يعني 44%، ا صغيره ب صغيره 44%. اذا هادو جوج اسئله كيتكلموا على لاكارت فاكتوريال واللي كانوا يعني ساهلين، ولكن خصك كيفاش تخدمهم، دونك بزاف عندهم فيهم مشاكل. كنتمنى نكون فيدكم، ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم، تبارطاجي مع صحابكم، يعني كوم سان نزيد نخدم معكم بزاف، نعطيكم دي تخيك اللي تقدروا يعني تخدموا بهم يعني الاسئله ديالكم بسرعه. الله يوفقكم.